أسعد الله صباحكم أعزائي التلاميذ، ما زلنا نتابع سلسلة الأنشطة الداعمة لمادة الرياضيات. إذا في هذه الحصة كذلك سأقدم لكم باقي التمارين المعتمدة في كراستكم صفحة 138. يتعلق الآن بتمرين 9 الذي يقول: هل يمكنك رسم مثلث ABC أطوال أضلاعه هي AC يساوي 8 سنتيمتر وBC يساوي 3 سنتيمتر وAB يساوي 7 سنتيمتر داخل مربع طول ضلعه 7 سنتيمتر؟ إذا في البداية سوف تقومون برسم مربع طول أضلاعه 7 سنتيمتر، ثم داخل هذا المربع سوف تحاولون رسم المثلث المختلف الأضلاع كما طلب منكم، ثم سوف تقومون بملاحظة هل هذا المثلث يمكن رسمه داخل المربع أم لا يمكن رسمه. ثم السؤال العاشر الذي يقول: ABC مثلث بحيث BC يساوي 2 سنتيمتر، AB يساوي 1.5 سنتيمتر، وAC يساوي 3 سنتيمتر، هل هذا مثلث قائم السوية؟ طبعا سوف ترسمون هذا المثلث وستنسجون مباشرة حتى بدون الرسم أنه ليس بمثلث قائم الزاوية، لأن جميع أضلاعه هي مختلفة ونقول بأنه مثلث مختلف الأضلاع. السؤال الحادي عشر يحتوي على شقان، الشق الأول طبعا سوف تقومون برسم أسطوانة قائمة ارتفاعها 4.5 سنتيمتر وشعاع وقاعدتها 3 سنتيمتر على ورقة مستقلة. طبعا بهذه الطريقة سوف ترسمون أول شيء الارتفاع وهو 4.5، ثم الشعاع الذي يكون فيه 3، وترسمون الدائرة بهذه الطريقة وهنا بهذه الطريقة. بعدها مباشرة سوف تحسبون المساحة الجانبية. ثم السؤال الثاني عشر: حقل مستطيل الشكل طوله 350 مترا وعرضه 175 مترا، مثل هذا الحقل في التصميم حسب السلم 1:5000. إذا سوف نحسب في البداية الطول الحقيقي والعرض الحقيقي، ثم سوف نقوم بتمثيلهم على السلم، على عفوا الرسم التالي أو الورق المليمتري. ثم السؤال الأخير وهو السؤال 13: أرسم تكبيرا للشكل بمقدار 3 مرات، سوف نضرب جميع الأضلاع في 3 ثم نرسم الشكل. إذا أتمنى أن تكون الأسئلة والتمارين واضحة الفهم. إلى هنا ننهي هذه الحصة، نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لمتابعة عملية التصحيح. إلى هناك أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.